مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 5 أشهر، وسط شح دخول المساعدات وقلة الطعام والشراب وغيرهما من مستلزمات الحياة الأساسية، جددت الأمم المتحدة تحذيراتها بشأن الأطفال كاشفة عن أرقام صادمة. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قالت إن طفلاً واحداً من بين كل 3 أطفال دون السنتين يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة. وفي بيانها الذي نشرته على منصة إكس، شددت الوكالة على أن سوء التغذية لدى الأطفال بات ينتشر بشكل سريع ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، محذرة من مجاعة تلوح في الأفق. جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات مسؤول الأمم المتحدة دومينيك آلان الذي غادر غزة مؤخراً وكشف أن الأطفال حديثي الولادة إما موتى أو يولدون بأحجام غير طبيعية، واصفاً الحياة في القطاع بالكابوس. بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 31 ألف قتيل ونحو 74 ألف مصاب منذ بدء الحرب على غزة.